في المقابل الحقيقة كشفت فرنسا وكشف الوجه القبيح لها. أثار برنامج بثته قناة RMC الفرنسية موضوع مكانة المسلمين داخل غرف تغيير الملابس لملاعب كرة القدم في المنتخب الفرنسي. تحدث البرنامج عن مطاردة سجادة الصلاة في غرف خلع الملابس وأعمال مؤسفة تستهدف استبعاد اللاعبين المسلمين. وأكد لاعب كرة القدم السابق جاك فاتي الذي حل ضيفا على برنامج في RMC أنه عندما كان ضمن المنتخب الفرنسي للناشئين غادر هو وزملاؤه للصلاة، وعندما انتهى الصلاة جاء لاعب وقال له انتبه لقد شهدك فلان وذهب للتبليغ عنك. وأضاف المتحدث أنه بعد ذلك هناك لاعب أو لاعبان لم يرهما مرة أخرى، مشددا على أنه لا يعلم ما إذا كانت الصلاة هي سبب اختفائهما. لكن الحقيقة هي أن العديد من اللاعبين الذين كانوا يصلون مع جاك فاتي في ذلك اليوم لم يظهروا منذ ذلك اليوم. وقال متدخل آخر إنه في كلير فونتين مركز تدريب وتجمع لاعب المنتخب الفرنسي كان هناك مطاردة لسجاد الصلاة قبل أن يتساءل عن أسباب صعود المسألة الدينية. وبحسب قوله طرد أفراد بسبب الصلاة، وهو الأمر الذي دفع العديد من اللاعبين المسلمين إلى مغادرة منتخب فرنسا.